عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض البرنامج الزمني لمشروع جديد في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستنفذه شركة أكوا باور السعودية. وخلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء أيضا موقف تطور الأعمال في مشروع تطوير وإنشاء وتشغيل مشروع محطة رياح السويس للطاقة بقدرة 1.1 جيجاوات بموجب اتفاقية شراء الطاقة التي وقعتها الشركة مع الجانب المصري، موضحا أن بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع سيكون خلال الفترة المقبلة. في سياق ذاته شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية إطارية لتطوير مشروع في مجال الهيدروجين، حيث تم توقيع الاتفاقية بين كل من صندوق مصر السيادي والهيئة الاقتصادية لقناة السويس والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومطور المشروع شركة أكوا باور السعودية. وبموجب الاتفاقية سيتم وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، مع نية التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية تقدر بمليوني طن سنوياً. كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي ربح بقيمة 56.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 44.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي. وأوضح تقرير المركز المالي الشهري للبنك المركزي ارتفاع إجمالي حقوق الملكية لتصل إلى 55.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 44 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الفائت، كما ارتفعت أرصدة الذهب إلى 254.6 مليار جنيه مقابل 249.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك لتصل إلى 535.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 512.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات والتوترات السياسية في بعض الدول وتوترات الإمداد عبر البحر الأحمر، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.27% ليصل إلى 80.24 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41% لتصل إلى 74.98 دولار للبرميل. هذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.38% لتصل إلى 2.72 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.6% لتسجل 2.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في المملكة المتحدة تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين على نحو غير متوقع خلال نوفمبر الماضي، الأمر الذي يدعم توقعات الأسواق بشأن اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي خلال العام القادم عقب القرار الأخير لبنك إنجلترا بتثبيت أسعار الفائدة. وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.9% خلال الأشهر 12 المنتهية في نوفمبر بعد أن بلغ 4.6% في قراءة أكتوبر، يسجل أدنى مستوى لها منذ سبتمبر من عام 2021. في المغرب أفادت إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم بلغ في نوفمبر 3.6% على أساس سنوي، وواصل التضخم بذلك التباطؤ بعدما سجل 4.3% في أكتوبر و 4.9% في سبتمبر. وقالت المندوبية إن الأسعار انخفضت خلال نوفمبر بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية بواقع 0.7%. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لنهى ودينا لاستكمال ما تبقى في هذه النشرة. إليكم من جديد.
شكرا لك ليلى عمر.